السلام عليكم. اليوم بدي افرجيكم جزء صغير من لا مش صغير على فكرة، معظم الايام في حياتي. واليوم افرجيكم روتيني الصبحي. فزي ما تشوفوا صحيت وعم بشوف موبايلي وليت اللي هلا بفكر انه كيف هاد صورت حاله ينام عشان ماما بتصحى على 6. عملت سيت اب كاميرا بالليل وحكيت انه ماما حطي لي اياه. فلما بصحى عشان بيتنا كتير برد كتير برد ما بنحطش الصوبة، فدائما ابلش يومي بشاي، شاي دافئ بدون سكر، شاي اخضر، وبعدين هيك بطني صافن ألاقي إيش آكل. وبعدين هلا لازم أرجع إلى الأشياء اللي لازم أعمله، وأول إشي هي الأكل. لازم أطبخ أكلي عشان ماما بتشتغل، فأخواتي تروحوا على المدرسة، فأنا اللي لازم أطبخ عشان إجيت على الأردن العطلة. عم بطبخ رز، هسا عم بطبخ رز. لاحظت انه حياتي شوي ممل، ولكن احسن مما اكذب وافرجيكم الحياة انه كتير حلوة. هيك قررت افرجيكم حياتي. وبعدين بعد ما اطبخ لازم اغسل الصحن اللي استعملناها امبارح يوم لازم اغسل الاشياء اللي استعملت. وبعدين هلا اظن هذيك البرداية يعني انتو شفتوها كتير عشان هذا المحل اللي بظن يعني طول اليوم هيك هذيك، يعني بقعد امام الكمبيوتر بحكي مع اصحابي او ارسم او اعمل فيديو تيك توك. فها هي المحل اللي بصير الماجيك، كل الشغل ورا بثي او تيك توك فيديوهاتي او رسوماتي او شغلي. ف هذا كان يومي. شكرا لاجتهادكم.